هنعلم الأولاد دلوقتي إزاي يتعلموا الألوان الأساسية. هفتح الصندوق وهطلع كل الألوان اللي قدامي، وأنا طبعا ملاحظة إن كلها نفس الشكل، هو بس الاختلاف في اللون بس عشان يبقى التركيز على حاجة واحدة زي ما احنا اتفقنا. وابتدي أعمل ماتشنج، يعني كل لون زي اللون بتاعه. ليه بقى؟ عشان أنا أتأكد إن هو شايف الألوان صح، ما عندوش عمى في الألوان. وبعد كده بعد ما يعملي ماتشنج هقوم شايلة 3 منهم كده، وأقوم هديله كل لون لوحده، ده أزرق ده أحمر ده أصفر، وأعلمه كل اسم لوحده عشان يعرف الألوان الأولية اللي بيتعلمها. وبعد كده ممكن أعلمه إن ده لون الأزرق، هو طبعا المفروض يقولهولي عشان أقوي المهارات الذهنية بتاعته، ويحط لي كل لون لوحده، الأصفر في حتة والأزرق في حتة والأحمر في حتة، وإزاي برضو يرجعها لي تاني.